في المحاضرة راح نروح على الشابتر أو على الإكزرسيس. اليوم بدنا نجرب نعمل الإكزرسيس أو تي نيميرو 15. تي نيميرو 15 مربوط بالتي نيميرو 6 والتي نيميرو 18. هلا راح نبلش بالتي 15 لأنه ديجا عندنا الألغوريتم جاهز. نجرب نفهم شو بيعمل هالالجوريثم وبعدين ننتقل للتي سيز اديجمنت. طيب كيس كو الالجوريثم سويفون افكتيف؟ بيجي سؤال من هذا النوع او دوني لا تراس افكتيف او افيشي بار الالجوريثم سويفون، معناتها بدنا نمشي الالجوريثم انستركسيون انستركسيون اكسيون 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 واخر شيء بدنا نطبع الريزلتات اللي طلع لي اياها الالجوريثم. دونك الالجوريثم اس سي لي فاريابل، قلنا بالنسبه للفاريابل شو الكونسيكونس من الفاريابل؟ نضلنا نعيد على الشغله لانه هي اهم نوسيون بالالجوريثميك او بالبروغراماسيون. بس نقول ديكلاراسيون لفاريابل، معناتها انا عم بطلب ريزرفاسيون لزون بالميموار وعم بعطيها اسم لهالزون بالميموار حتى يصير استخدمها. شو الهدف من استخدام الفاريابل؟ استخدام الفاريابل لحتى اقدر اخزن فالور بهالزون ريزيرفي وبعدين استخدم هالفالور. دونك في عندي فاريابل ان و اي بي و اس، هلا بنشوفهم في سون دي فاريابل دي تيب اونتيي. دونك اول انستركسيون اي ايجال 1، بس بدنا نشتغل نحن هلا بالفاريابل لازم نعمل كاز للاي ونحط فيها، كاز للاس نحط فيها 0، كاز للبي نحط فيها 1، كاز للان نحط فيها 4. في عندي 4 فاريابل انيشياليزي بار دي فالور او ديبا. بنوصل للانستركسيون طونكو. دونك شو بتعمل طونكو؟ في عندنا كونديسيون، اذا هالكونديسيون فيريفيي اللي فري معناتها نفوت جوات البوكل يعني جوات الفار ولا حتى نوصل للفان بون ونعود نرجع ل نبريم جوات هالبوكل. طالما الكونديسيون هاي اللي هون فيريفي، بس توقف هاي الكونديسيون ما عادش فري بتصير كونديسيون فوس، معناتها بننتقل للانستركسيون اللي جاي ورا الفان بون. اي انفيريور ا ان، الاي فيها 1 والان فيها 4، دونك الـ 1 inférieur à 4 سي فري. بنفوت جوات البوكل، شو بدنا نعمل؟ بي ريسوا بي فوا اي. قلنا الافكتاسيون هي فلاش تمر بمرحلتين. دونك اول شيء البي، نشوف الاكسبرسيون على يمين الافكتاسيون شو بتساوي فالور، نعمل ايفالواسيون للفالور، كالكول دو لا فالور دو سيت اكسبرسيون. بس نحصل على الفالور بالإكسبرسيون، المرحلة الثانية بنخزن هذه النتيجة بالفاريابل الموجود على الشمال الأفكتاسيون. إن كان موجود على اليمين وعلى الشمال ما عنده مشكلة. بس إذا كان موجود اسم الفاريابل على يمين الأفكتاسيون، نذكر إنه المقصود فيها هو الفالور الموجود جوات البوات تبع هالفاريابل. دونك هون عم نقول P فوا E. شو في بال P؟ في 1، وشو في بال E هلا؟ في 1. دونك 1 فوا 1 ونخزنها وين؟ بالبي. دونك صار في عندي هلا اول مرحله صار فيها 1 لحد هون. نيجي الانستركسيون اللي بعدها اس ريسوا اس بلس بي، قلنا هيدي نوع من اكيميلاتور. شو في بالاس؟ زيد عليه بي. دونك شو في هلا بالاس؟ في 0، دونك 0 بلس بي. قديش قلنا صار في بالبي؟ قلنا في 1 اللي وقف فيها بعدنا اول مرحله. دونك جمعنا هلا 0 بلس 1 صرنا هون بالنسبه لشو؟ بالنسبه للاس. نيجي للاي، اي ايجال اي بلس 1، قلنا هيدي ستان كونتر بيزيد واحد على الاي. كانت الاي بتساوي 1، هلا صارت اي بتساوي 2، صرنا للفانتون بنعود نرجع لوين؟ للديبي. 2 اصغر من 4 سي في، بنفوت جوات البوكل. بي ريسوا، شو في بالبي؟ في 1. بنقول له ضرب ال 1 بشو؟ بالاي. قديش صارت الاي؟ 2. ضربها بشو؟ ب 2. دونك صار في عندي 1 فوا 2 بالبي.
دونك اس ريسوا اس بلس بي كمان نفس الشيء بانه هي اكيميلاتور ما بنجمع وبنطلع الفالور بنقول شو كان فيها هي طلع كان فيها هلا نحن ضربنا ب 2 بنضرب هون بنقول كان فيها 1 بنزيد عليها شو 2 لانه 2 فوا 1 هي اي ريسوا اي بلس 1 صارت هي قديش بتساوي صارت هي بتساوي 3 3 اصغر من 4 سيفري بنفوت شو بتساوي هلا ب دونك ال بي لهون 1 فوا 2 اضربها ب 3 صار معي 1 فوا 2 فوا 3 بالبي دونك زيد البي 1 فوا 2 فوا 3 زيدهم على الاس نحن وصلنا لهون كمان بده يزيد عليها 6 2 فوا 3 6 بيزيد هون و اي ايجال اي بلس 1 صارت اي ايجال 4 دونك 4 اصغر شيء من 4 ما في اصغر من 4 4 مش اصغر من 4 لو في ايجال كنا بنقول انه انفيريور وايجال دونك معناتها انه فتنا جوة البوك شيء لا يعني وصلنا لهون بس لحد الطروه اوكي دونك اكري ريزلتا ا ايجال اس شو فيها الاس 1 بلس 2 بلس 6 2 فوا 3 6 6 اي 3 9 تعطيني 9 اكري ريزلتا دو بي هي 1 فوا 2 فوا 3 طيب شو بتعمل هالالجوريثم؟ كيف ست الجوريثم حسب ما طلع مع الريزلتا؟ طيب هاي الاكسبريشن اللي حطينا هون بي ريسوا بي فوا اي شو بخزن شو بخزن فيها انا فعليا؟ حسب الاكسبريشن الموجوده 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 شو بتشبه هاي 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا 5 فاكتوريال هاي فاكتوريال زفري دونك بالفي بخزن الفاكتوريال دونك ببلش بفالور بي ايجال 1 اول شيء وبعدين بصير بيضرب بالاي والاي عبزيد 1 1 1 1 يعني بتعطيني 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا ان مظبوط لحتى نوصل للان دونك هون لازم نحط انفيريور وايجال لتصل فعليا للان مثل ما كتبينا انا هون اوكي طيب الاكسبرسيون للاس شو بيصير فيها بما انه انا بالبي بحط الفاكتوريال اي يعني اذا وصلت للاي شو بيكون موجود هلا بالبي بيكون في 1 فوا 2 فوا 3 جوسكا بي طيب جوسكا بي هي مش الفاكتوريال اي يعني طيب بس احصل على الفاكتوريال اي بقول له حط لي اياها بالاكيميلاتور اللي اسمه اس دونك بالاس عم بعمل اديشن 0 بس فاكتوريال 1 فاكتوريال 2 بس فاكتوريال بي فاكتوريال ان يعني معناتها عم بجمع الفاكتوريال كلهم سوا انا مزبوط صح دونك الاس فيها مجموع الفاكتوريال البي عم تعطيني الفاكتوريال للاي كل ما اخذ فالور للاي بخزن بالبي الفاكتوريال تبعها لانه الفاكتوريال للعدد اللي بعد الان بيساوي الفاكتوريال لشو؟ للان موانزا ضرب ان والفاكتوريال ان موانزا هي فاكتوريال للان موانزا ضرب ان موانزا وان سي دي سويت دونك اخر شيء الاس فيها سوم دي فاكتوريال والبي فيها الفاكتوريال دو اي دونك بضلنا ماشيين بالاي لتوصل للان بس توصل للان يعني شو بصير هلا بالبي؟ بالبي بلاقي الفاكتوريال لمين؟ للان مظبوط؟ فهمناها هيدي؟ دونك كونفرتير دون لا بوكل ا لا بوكل طونك اون بوكل بور بوي ريبيتي دونك هيدي بدي تعملوها انتو بالبيت هلا اكزرسيس وتبعتوا لي اياها على التيمز حتى شوفوا صرتوا قادرين اي بوكل تحولوها للبوكل التانيين نحن في عنا ثلاثة بوكل طونك والبور والريبيتي دونك هلا عندي بوكل تو طونك السلبائية رح يضلوا هن زيتهم مش رح يتغيروا الا شيء بسيط دونك فينا نحول طونك لبوكل ريبيتي بشكل انه الكونديسيون بدل ما تكون بالاول بتصير بالاخر والبوكل بور انه عارف انا رح نروح من الواحد للان دونك شغله سهله
نوصل للتدي نيميرو ساز، نحكي كلمتين عليه، انه ديجا مرقنا عليه هلا. بيقول لك الجوريثم نيميرو ساز الفو فير ان الجوريثم كي كالكيول فاكتوريال، وتعرفنا هلا كيف نعمل الفاكتوريال، مضبوط ولا لا؟ بدي انا هنديس اي وبلش الاي من الواحد للان، وكل ما تاخذ فالور الاي باخذ هلا بي رسواب بي فوا اي، البي بلش من لحتى توصل للان، صار بالبي الفاكتوريال. دونك ديجا هلا بهي تي دي نيميرو 15 ردينا على السؤال تي دي نيميرو ساس، يعني مش راح نفوت فيه تفصيليا لانه ديجا عملنا. تي دي نيميرو 18 مثل ما قلنا كمان عم بيقول لي اعمل لي الجوريثم كي انتروي ان انتيي اي دي كالكولي افيشي لا فالور دي اس دون لو كاس سويفون، يعني بدي الاس هي الصم دي فاكتوريال من الواحد فاكتوريال ان لفاكتوريال ان. دونك هيدي ديجا عملناها وين؟ ها ما قلناش انه هي الاس اللي هون، هي كل ما انا احصل على فاكتوريال اي بزيد على وين؟ على الاس، بس اوصل للاخر بصير معي الصم دو فاكتوريال. دونك بنفس الوقت انا عم بجيب الفاكتوريال بحطهم باكيميلاتور شوي شوي، يعني كادني فعليا انا عم بعمل شو؟ كالكول لفاكتوريال ان، بس لحتى اوصل لفاكتوريال ان بدي اضرب ان فوا دو. طيب ما الان ديجا هي فاكتوريال 1 فوا 2 فاكتوريال 2 فوا 3 شو بتصير فاكتوريال 3 فوا 4 بتصير فاكتوريال 4. دونك كل ما اعمل ملتيبليكاسيون بالفالور عم بحصل على فاكتوريال من هول المطلوبين مني. دونك او فور يا ميزور دافونسي بصير بحطهم بالاكيميلاتور. اوكي واضح؟ طيب خلينا نروح هلا على تي دي نيميرو 20. TD numéro 20, c'est TD li ablo de TD numéro 19 calculé x à la puissance n. Donc déjà, هيدا عملنا مثل رحنا. ندري بدل ما نعمل 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. فبنعمل boucle pour i allant de 1 jusqu'à n. P reçoit P fois x, مش fois i. لأنه بدي اضرب بx. بضرب بx n fois. طيب شو بيقول TD numéro 20؟ تدي نيميرو 20 بس نحن بدنا نركز على شغله. فير ان الجوريثم كي ديموند ا ليتيليزاتور دانترودوير ان انتيي انت 1 اي 7 اي دافيشي لي جور دو لا سمين كورسبوندون ا سيت انتيي. دونك ديجا هيل اكزرسيس او تي دي ديجا عملناه نحن اذا دايرين بالكم، واشتغلتوا عليه كا اكزرسيس تعملوه بالبيت. دايرين بالكم ولا لا؟ Le dialogue doit ressembler à ceci. Sous-dialogue, entrez un entier entre 1 et 7. Il a d'accord l'utilisateur 0. Fiché un des un anhar ramo 0 chez. N'a fait un des anhar ramo 0. Hallezem aqbal ana hada valeur. Mish lezem aqbal hada valeur. Ou idha aqbalto, lezem a'ti message ou l'o erreur hada numéro ne correspond pas à 1. ان جور دو لا سمان. اوكي طيب لازم نعود نعمل له افيشاج مره ثانيه للمساج. انترودير ان انتي اونتر ان اي 7 يعود يدخل مره ثانيه الاتيليزاتور فالور يكون كوريكت. طيب سيبوزون انه كمان هالاتيليزاتور منوش بون اتيليزاتور، عم دخل موانزان، هل كمان لازم يقبلها لهي الفالور؟ كمان لا، لازم نعلقه ببوكل، يقع ببوكل جواتها في مساج وجواتها في لير اونتيي، ويضل يبرم بهاي البوكل لحتى شو يعمل؟ لحتى الفالور يكون بين شو بين شو؟ بين الواحد والسبعه. بس يعطي فالور بين الواحد والسبعه، ساعتها فينا نعمل له تريتمنت. دونك هلا دخل موانزا بنقعد نعمل له افيشاج، يعني في بوكل هلا انه مره اثنين ثلاثه مناش سي، هاي سيتين بوكل ما بيطلع منها الا ايمتى؟ إذا دخل فالور بين الواحد والسبعة. دخل خمسة هلا شو لازم يعمل؟ لازم يعمل لي افيشال لو جور نيميرو 5 اي لو فوندريدي. دونك الشيء اللي نحن بدنا نركز عليه هلا بهالاكزرسيس تي دي نيميرو 20، الأهمية اللي نحن بدنا إياه من أجله هي كيف هلا نقدر بعد ما عملنا هالتريتمون كله سوا، الشيء المطلوب مني كيف أنا بأي ألغوريتم ممكن ينطلب مني. طيب بروبوزي على الاتيليزاتور سي سويت دو ريكومونسي افيك دوتر فالور،
يعني هلا دخل ساين طلع الفوندردي. طيب بدي اجرب هلا رقم ثاني غير الساين، بدي اشوف مثلا نمره 3 شو بيطلع نهار، طيب شو لازم يعمل؟ يعني بس اجي خلينا هيك معناته بده يعمل اكزكسيون مره ثانيه يعمل. نحن بدناش نعمل نطلع من البروجرام ونطلب منه فولي فو ريكومونسي وي او نو، اذا كتب لي نو شو بيعمل؟ يعطيني مساج فاندي الالغوريثم باي باي. اذا كتب لي وي هلا هون شو لازم يعمل؟ لازم يرجعني لهون انتر ري انونتي انتر اي ست، وبيقدر يدخل بعد. لو بنضل نبرم هون لحتى الاتيليزاتور شو يعمل؟ يحط نو. اوكي دونك هاي الشغله اللي نحن بدنا نركز عليها هلا بالاكزرسيس بالتالي نمرو دي ذا، لانه هيك نوع من اسئله ممكن نلاقيها بحي يلا سؤال الجوريتميك. اوكي دونك راح نروح هلا على السوليسيون. السوليسيون دونك نحن دونك السؤال كان بدنا ندخل فالور انتر اي سات، ليكزيكسيون دو ريسومبلي اس سي. فوالا دونك الالغوريثم بروبرمون دي في عندي فاريابل نعرف عنه اسمه جور انا، التيب تبعه هي اونتيي. دونك بعدين انترودير لي نيميرو دي جور انتر ان اي سات مثل ما طالب مني هو، وراها شو بحط؟ ان سيكسيون لير جور. شو بتعطيني هاي لير جور؟ بتخلي يدخل فالير على الكلافيي. افيشي لو جور دو نيميرو جور اي لو. اذا دخل مثلا 5 هلا هون يكتب لي لو جور دو نيميرو دي نيميرو 5 اي لو، بس بدي اعرف اي نهار. كيف بدي اعرف اي نهار هلا؟ بدي اعمل سيلون جور فير. دونك في اعملها من خلال سي، بقول سي جور ايغال 1 دونك افيشي لاندي، سي جور ايغال 2 افيشي مارتي، سي جور ايغال 3 انسي دي سويت. دونك بدنا اعملها من خلال سي الور سينو بعملها من خلال سويفون او سيلون. سيلون لا فالور دون لا فاريابل جور دخل 5 بيجي لهلا، هل هو الان؟ لا 2 نو 3 نو 4 نو 5 افيشي شو؟ فوندردي. بيكتب لي وراها ودي اي لو فوندردي. في حال دخل فالور غير من الان ل 7 في هالحاله بيقول له افيشي ايرور با دي جور افيك سو نيميرو، اكيد دي سيلون شو بدا؟ فان دو سيلون. اوكي طيب هلا الشيء اللي نحن بدنا نعمله المطلوب مني هلا حسب الشيء المطلوب مني انا انه اذا دخل فالور غلط كيف انا بدي امنعه يدخل الفالور. بس قبل ما نعمل هاي الشغله رح نجي على فولي فو ريكومونسي افيك دوتر. دونك هاي ما عملناهاش بعد، كيف بدنا نعملها هيدي؟ هات لنشوف. شو لازم نعمل لحتى نقدر نعملها هيدي؟ فولي فو ريكومونسي وين لازم نحطها هاي الفولي فو ريكومونسي؟ بنحط افيشي للاخر. بنحطها مش بعد بعد السيلون، بعد الفان دو سيلون مزبوط؟ مزبوط. يعني بنكون بعد السيلون خلصنا كل شيء، بعد السيلون راح نحط نحن هلا هون افيشي لنمح كل شيء ولا افيشي دونك افيشي. شو المساج اللي احنا بنحطه؟ voulez vous recommencer oui non؟ في غير هيك؟ نو. انا هلا ناخذ الريسبونس منه، كيف بدي اخذ الريسبونس منه هلا هو؟ كيف بدي اخذ الريسبونس منه؟ هون وقت طلبنا منه انترودوير لنيرو دي جور، مش وراها عملنا لير جور لحتى ناخذ الريسبونس تبعه؟ دونك هون شو لازم نعمل؟ لير او سيزير راح نحط ريسبونس.
كم ريسبونس. دونك هون مبدئيا شو لازم يعمل هلا؟ لازم يدخل كاركتر يا او يا ان، صح؟ والراب لازم يكون عامل لها ديكلاراسيون. دونك بنرجع لهون على اول الالجوريثم وبنحط هلا وراها هون راب. شو تبع الريبونس؟ كا راك كاركتر. في غير هو بيدخل كاركتر يا وي يا نو. اوكي اوكي طيب، وكيف بدي اعمل حتى اذا في حال دخل كاركتر غير الوي نو اقدر رجعه للاول؟ لوين بدي رجعه؟ لوين بدي رجعه؟ في غير بدي رجعه لهون لقبل الافيشي. يعني بدي اقول له انا ارجع لهون لحد هاي، صح ولا لا؟ دونك لازم انا اعمل هون، لازم اعمل ريبيتي. بفوت جوات الريبيتي لانه فيهاش كونديسيون، الكونديسيون بالاخر بيعمل voulez vous recommencer و lire réponse. شو ما يدخل réponse هلا لازم اقول له انا جوس كاكا كومبيان جوسكا. شو الكونديسيون اللي بدي احطها؟ Jusqu'à réponse égale le caractère oui. Non, مش هون recommencer. بدنا نعيدها للأول، pardon. هاي répéter. بدنا نزيدها من هون، pardon. نحطها من هون. ولا ونرجعها للأول لأنه بنرجع لهون، مظبوط؟ مش بس على الافيشي، نرجع على هون. دونك رح نقرب كيم كاركتر لحتى دونك ريبيتي. دونك بيجي لهون بيعمل افيشاج لكلها وبيعد لي اياهم. افيشي هو ريكومونسي وي نو، لير الريبونس تبعه. دونك ضلني اعمل ريبيتيسيون جوسكا لا ريبونس سوا ايغال اشو. انت بدي وقف، انت لازم يوقف. بس جبت ريبونس قال بس يصير ريبونس الكاركتر ان كوم نو. هسه طيب بلكي دخل هو مينوسكول او من ماجسكول، شو بنعمل؟ بس لازم يدخل ماجسكول، ما هيك نحن عرفنا عليها بماجسكول. بس نحن شو فينا، مش لازم ناخذ الحالتين سوا؟ دونك فينا نحط نحن جوسكا ريبونس الكاركتر اللي دخلها باللي ريب ايت ايجال ا ان ماجسكول او ريب ايت ايجال ا ان مينوسكول. يعني ندخل الان مينوسكول او ماجسكول، شو بنعمل؟ ساعتها نطلع من بتقف البوكل ريبيتي ولا لا؟ صح؟ صح، تخلص نروح للفان. تخلص وي نروح للفان. شو طالب مني هو اخر شيء بعد ما يقول نو هون؟ ما عادش بده يعمل شيء ثاني. مش لازم نعمل افيشاج لهي افيشي باي باي لهي المسار. بما انه بدي انا اعمل افيشاج لهي المسار، ساعتها بزيد ورا جوسكا بدي اعمل هلا افيشي. دونك راح نعمل كنترول V ونجيب الافيشي من هون. ولا افيشي هذا المساج كله سوا، بعدين بنحط الكاركتر الجيمي. بنسكر. ولا في غير هيك بقى نعمل؟ دونك هلا حلينا شو قصه؟ حلينا كيف نقدر نقول له للاتيليزاتور اسكو هو لي ريكومونسي وي او نو ليكزيكسيون دو بروغرام. دونك بس يوصل لهون
ويلاقي دخل كاركتر غير ال N شو ما يدخل O P Q R بما انه هي different N لوين بيقعد يوديني؟ بيعرفش يوديني لأول الريبيتي لهون؟ يرجع للريبيتي بيعود يرجعني على الريبيتي بس يرجعني على الريبيتي معناتها بيقعد يطلب منه انترودوير لو نيميرو دو جور انتر ان اي سات وبيعمل اكزكسيون. دونك هاي اول مرحله. طيب المرحله الثانيه هلا اللي نحن لازم نهتم فيها كمان ما هو حسب الاكزكسيون اذا دخل هلا فالير ولكن مش بين الان والست مثلا دخل 0 دخل موان زان يمكن دخل 12 دونك شو لازم نعمل هلا كمان نحن مش لازم نعمل كنترول على السيزي لحتى ما نمنع اي فالير يدخله بين البرات الا والست مظبوط مظبوط قلنا احنا هذه بتنحل بي سي ولا بدا بوكل بس نحن ما حطيناها سينو اذا قلنا انه اذا كان حط هو غير من الا للست بحط له ايرور حطيناها بس هلا بدنا نعملها بشكل مثل مطالب مني هو نحن هون في هاي الفيرسيون حاطين اذا دخل فالير غير الان للسات بيعطيني مساج بس هو حسب مطالب مني بالاكزكسيون انه اذا دخلت فالير برات الان والسات شو لازم يعمل؟ لازم يعود يرجعني لهون ولا لا؟ مش لازم يعود يعمل افيشاج انتر ريل نيميرو دي جور ويظل واقف فيها لحتى شو؟ لحتى يزبط الفالير اللي دخله يصير بين الواحد والسبعه صح ولا لا؟ مش هاي لازم صح. نعملها؟ كيف بدنا نعملها هاي؟ هات لنشوف مين بده يشير علينا هلا؟ شو لازم نعمل؟ اسا عملنا شيء مثلا بنحط يعني بنحط ريبيتي جيسكا جور اكبر او ايجالا 1 جور اصغر او ايجالا 7 تو تفي جوست دونك هلا بدنا نحط هون بوكل ثاني ريبيتي راح نشيل ال مش عليها ورا لير جور شو بنحط هلا جوسكا شو الكونديسيون جور سوبيريور اكومبيان اذا بدي اياها بين الواحد والسبعة شو يعني يعني اكبر سوبيريور ايجال ان ولازم هون نحط شو او ولا ايه اوكي لازم يكون اثنين ايه جور انتريور ايجال ست وايجال انه بدي اخذ الست في عندي نهار ست مظبوط ولا دونك هاي الكونديسيون هاي اللي عملنا اياها هون لنعلمها هلا بالروج دونك هيدي البوكل اللي هون شو شغلتها هيدي البوكل بس افتح تحدد لي شوف ارقام المفروض تفوتها هي بتفوت كمان لعندك هيدي البوكل اللي نحن هلا سميناها المره الماضيه بنعمل كنترول دو سيزي شو يعني كنترول دو سيزي يعني نتحكم وين نعمل سيزي نحن مش على الكيبورد مش هون وقت نطلب منه لير جور معناتها عم يعمل سيزي الاتيليزاتور مظبوط هل نحن اي فالير بيدخل لي انا على الكيبورد لازم امشي فيه بلكي دخل لي فالير انا ما في اعمل له تريتمون ما بيوقف لي البروجرام تبعي الالجوريثم بيوقف ساعتها بيعطيني غلط لا من وراء انه في دوني ما كانش لازم يدخلها الاتيليزاتور مثلا عم بيقول لي انتر ريل نيميرو دي جور أم حطيت أنا مثلاً فهم بالعكس أم كتب لندي الاتيليزاتور شو بيعمل باللندي ساعتها؟ هل هو نيميرو؟ مش ممكن يغلبط الواحد مرات؟ هل لازم ناخذ الفالير ونمشي للانسيبسيون اللي بعد الجور دو؟ كتبت إيه فنحن وقت اللي بيكون في عنا سيزي دكتور بتشتغل اللي بتشتغل طول هاي الدوني اذا مطلوب مني اعمل كنترول عليها يعني اتاكد انا هاي الفالير مزبوط ساعتها بكفي شو اعمل هيدي اللير مع المساج اللي قبلها
بحطها جوات بوكل ريبيتي جوسكا شو الكونديسيون هي الانترفال دي فالور المطلوب مني. يعني على بكره مثلا اذا انا بدي اعمل اكزرسيس هلا بعد شوي ها الاكزرسيس دي 21 بده يطلب مني يدخل لي نوت والنوت هي بين ال 0 وال 20. طيب اذا قلنا للانتيجريتور دخل لي نوت عم دخل لي نوت 25 شو بعمل ساعتها؟ بقبلها وضل ماشي؟ لا بيرجع بعيد. لازم نحطها جوات بوكل. طيب ليه بدنا نعمل ريبيتي ما بدناش نعمل سي؟ شو بتعمل لي سي؟ السي تعمل مره واحده. يعني انا بعتبر انه هالاتيليزاتير بس احكي معه مره واحده لازم يصحح. طب بلكي ما صححش مثل ما اعطيني اياه هلا بالاكزرسيس تبعي، بلكي ما صحح عاد مره ثانيه يدخل فالير موانزان تمشي يعني السي. ما انا بعرفش الاتيليزاتير ايمتى في ممكن يشتغل مظبوط. دونك بما انه انا مانيش عارف كم مره ممكن لحتى يدخل الفالير مظبوط سيتريسامب بحط انا هالمساج مع اللير. دونك وين في لير لازم يدخلها الاتيليزاتير حطها جوات ريبيتي جوسكا لا كونديسيون. الكونديسيون هي الفالير اكسبتابل. دونك بس اعمل هلا هون هاي معناتها شو ما يدخل فالير مثل ما دخل اول مره هو عندنا دخل فالور مثلا ديس. في عندنا فالور ديس شيء جور اكبر من ا صفر بس جور اصغر من شيء من سات لا لو بيرجعني بيرجعني لهون وبضل يمشي فيها لحتى اخلص. دونك هلا بما انه هلا عملت هاي الفيرسيون بعد في الى اتيوليتي هلا السينوها لا لازم نشيله. في شي مرة في شي مرة بمر عليها؟ ولا مرة. ولا مرة لأنه بس اطلع من البوكل ريبيتي جوسكا أنا أكيد إنه الفالير الموجود بالفاريابل جور هو بين شو؟ بين الواحد والسبعة. دونك حتى لو حطيتها أنا هون سينو معناتها مش عمره عليها بالمرة هيدي. دونك بدل ما أحطها هون في انا اخذ الافيشيه من هون ارير بادي جور افيك سي نيميرو وحط له اياها هون جوات البوكل. بس بدي اعمل كونديسيون اذا البوك اذا الجور اكبر من ا اصغر من ا واكبر من سات ساعتها بقول له افيشيه سي مساج ليفهم انه عامل خطا. واذا ما بدي احطها هو بس اعمل له افيشيه لهالمساج راح يفهم انه الفالر اللي دخله هو شو هو غلط. ماشي لو فهمنا هاي الريبيتي جوسكا. دونك من خلال هاي تي دي اللي انا بدي اياه من خلاله هذا انه كيف نقدر نعمل اول شيء كنترول دو سيزي لحيالله جون بدنا ندخلها وكيف نقدر اذا طلب مني اعمل لي الجوريثم. عملت الالجوريثم وخلصت بيجي سؤال اخر شيء فير اون سورت كو لوتيليزاتور كوري ريكومونسي ليكزيكسيون. كيف بنعمل هلا الشيء اللي كتبناه كله سوا بنحط قبله ريبيتي ومننهيها اخر شيء ب جوسكا لا ريبونس دو لوتيليزاتور ايغال نو و ريبونس دو لوتيليزاتور ان مينوسكول. وقبلها شو لازم نحط؟ هاتني مساج. شو هول المساج؟ اول شيء بسال لوتيليزاتور اسكو فولي ريكومونسي وي او نو. باخذ الريبونس تبعه بفاريابل اسمه ريب كوم ريبونس وبعمل كونديسيون اخر شيء انه طالما الريبونس ديفيرون دو نو معناتها ارجع لوين؟ لاول البروجرام. دونك هي صار استخدمنا هلا. نعم ليش هون بالاخر لما حطينا لي ريبونس جوسكا ليه ما حطينا قبل اللير هي كتبنا ريبيتي قبل هيدي؟ قبل هلا؟ لانه هلا مش مطلوب مش مطلوب مني اعمل انا كنترول دو سيزي. إسا لو مطلوب مني هلا اعمل كنترول دو سيزي مثل ما عملنا هلا من شوي قبل على الفالور بين الواحد والان. دونك هون اذا بدي اتاكد انا هو يا بيدخل لي او يا بيدخل لي شو يا ان. اوكي دونك نحن هيدي موجوده عندنا بالاكزرسيس مرقنا عليها يعني فينا نزيدها اذا بدك بس هلا بما انه مش مطلوبه منا معناتها مش راح نضيع وقتنا عليها. بس اذا بدنا نعملها هات نشوف قولي لنا شو لازم نعمل لحتى نتاكد انه هو يدخل لي يا او يا ان. في غير هيك هو لازم يدخل؟ لا
لا يا او يا ان شو بنعمل بهالحالة؟ بنحط ريبيتي بنحط ريبيتي وبعدين افيشي ولي ريكومونسي ولي ريب جوسكا شو؟ جوسكا ريبونس تكون او جوسكا ريبونس شو؟ يا او يا ان او هو لازم يدخل يا او يا ان يا طالما مش عم يدخل اذا ان بيوقف ما هو نحن مش مشكلة نحن بدنا بس نتأكد انه هو عم يدخل يا او يا ان وبس يدخلها ساعتها بناخذ الفالور اللي دخله وبنشوف شو هي اذا ان بيوقف بس نحن عم نعمل كنترول بس على الريبونس لحتى لوك هيدي اذا اكزرسيس نمبر 3 ديجا مرقنا عليها هالاكزرسيس كانكم دايرين بالكم اللي بيطلب مني ولا ان كافي وي او نو نحن بس طلبنا منه دخل يا او يا ان لو فينا نحط هلا مثل ما قلتي هون ونكفي بهالطريقه المهم هلا الشيء اللي بدي اياه انا من ورا هالاكزرسيس اول شيء اذا في سيزي مطلوبه مني انا بعملها اذا مش مطلوبه ما بضيع وقتي وبعملها فهمناها هاي الشغله واذا طلب مني الجوريثم بعمله الالجوريثم اذا قال لي هلا كيف فينا نغير هالالجوريثم لحتى نخلي الاتيليزاتور يعود يعمل اكزيكسيون مره ثانيه شو بعمل بهالحاله بزيد له بوكل مع ريبيتي جوسكا ريبونس ايجال ان وبساله انا شو بدك بدك تعيد ولا لا اوكي دكتور نعم ليه حطينا كمان جوسكا ريبونس ايجال بيتي ان لانه اخذنا بالاعتبار ممكن الاتيليزاتور يدخل ان مينسكول وممكن يدخل ان ماجسكول طيب اذا دخل ان مينسكول وانا عامل تيست على الان ماجسكول شو بيعمل بيطلع شيء منها ولا لا لا ما عشان هيك اذا دخل ان مينسكول راح يقول شو هالبروجرام انا قلت له نو ما لازم ياخذها بعين الاعتبار ان دخلها مينسكول ولا ماجسكول لازم يطلع منها دونك عملت الكونديشن ريب ايجال ان مينسكول كو ريب ايجال ان مينسكول شو ما يدخلها مينسكول ماجسكول ساعتها بيطلع من الالجوريثم رح نروح هلا على تي دي 21 اللي حكينا عنه من شوي دونك هي تي دي 21 كثير مهم بدي تشتغلوا شوي علي هيك لانه ستان اكزرسيس موديل ممكن ينطرح بالامتحان شو اهميته عم بيقول لي اكتب لي الجوريثم كي ديموند انترودوير سي نوت ريال السيس ممكن نحولها اون جنرال نعملها ان تكون هالان 50 100 200 قد ما بدنا اللي بيدخل سيس نوت شو يدخل شو عدد قد ما بدنا منه انتر 0 ايفن مطلوب مني يدخل فالور ريال على الكيبورد من 0 لل 20 كيف بدي ادخل نوت سيس مش انتوا عندكم بالامتحان هلا مواد بتقدموهم صح بدنا ندخل العلامات correspondant au six matières donc بما انه في عندي سي ماتير لازم استخدم شو هلا بدي استخدم بوكل ولا لا بال دونك pour i allant de 1 jusqu'à 6 بقول له هلا كيف بدي ادخل نوت بقول له لير نوت في غيره وبعيدها ست مرات puis de calculer et afficher la moyenne obtenu. شو الموين؟ هي السوم للنوت ديفيزي بار لنمبر دو نوت. إذا كان 6 بقسم على 6. إذا كانت N بقسم على شو؟ على N. دون. سي الموين السوبرير وإيقال أديس لازم أعمل أفيشاج فيليسيتاسيون ريسو افك الموين obtenu. حط الفالور للموين. سينو dans le cas contraire بنحط مساج يعني كان الموين اصغر من 10 بنقول له désolé vous devez passer la session de septembre OK هي تي دي نمبر 21 دونك فاريونت فينا نغير فيه هالتي دي ونغيره بشكل انه نعمل افيشاج ل نمبر دي نوت بوزيتيف هذا كان هلا مش ضابط معنا لانه بين الصفر والعشرين اذا كنا عم نقول له دخل لي ريال عادي
فينا نقول له ده جيب لي كم عدد بوزيتيف صار موجود عندي وكم عدد نيجاتيف في اعمل عداد وكم دخلت فالير زيرو. وفي امكانيه هلا اتيليزي ان تابلو. كيف بدي اعمل هلا؟ كل ما يدخل فالير بخزنه وين؟ بخزنه بكاز بالتابلو مثل ما عملنا وقت جبنا نومبر دي نوت سوبيريور او ايجال الا موين، خزناهم بتابلو وقعدنا بعدين عملنا تيست عليهم. طيب رح نترك الفاريونت هلا ونروح على الالجوريثم المطلوب مني. اوكي؟ رح نروح هلا على البارسيال 2015. دونك البارسيال 2015 معكم اياه انتم، وهذا السؤال انطرح بالبارسيال. شو بيقولها؟ اكري انا الجوريثم كي بيرمي دو سيزيرو كلافيي لي نوت 217 اتيديون. دونك نحن هلا كان بالاكزرسيس تيدي 21 قد ايه؟ 6. طيب شو بتفرق اذا حطينا 217 ولا 6؟ مش بدي اعمل بوكل انا؟ بور اي الون دو ان جوسكا 6، شو بيتغير اذا حطيت 217؟ بيتغير شيء بالالجوريثم ولا بيضل هو ذاته؟ بيضل هو ذاته. يعني الحاله هي ذاتها. يعني اللي بيعمل لسه الاكزرسيس تيدي 21 راح يشوف انه هي الاكزرسيس في حله بسهوله. Donc, entre 0 et 20, de calculer et afficher la moyenne de la classe et le nombre d'étudiants reçus. Reçus à un T. Une note tabao supérieure ou égale à 10. OK? Donc, je vais dire que je suis talib, je vais aller me faire la 10. Et je vais faire le calcul de la moyenne. OK? Donc, indication au moment de saisie de chaque note. Incrémenter le compteur de note supérieure égale à 10. يعني بدي اعمل كونتر للعلامه اللي فوق ال 10، كل ما يدخل لي علامه بشوفه، اذا فوق ال 10 بزيد واحد على الكونتر. اجوتي على الاكيميلاتور لا نوت سيزي. دونك هيدي لشو الاكيميلاتور؟ لاقدر بس خلص الانترودكسيون لكل النوت بصير معي السوم تبعهم كلهم سوا، بقسم على العدد بحصل على شو؟ على الموين. اوكي؟ دونك هي اكزرسيس ديجا مطروح بالامتحان. دونك نحن لازم نجرب نحل قد ما فينا التي دي 21. دونك بدي منكم هلا مثل ما صرنا عم نشتغل عادة على التيمز مباشرة. راح ناخذ نفتح الكومنتات وبدي تبلشوا كل واحد يجرب يكتب لي شو ممكن نعمل لحتى نقدر ندخل النوت. يلا بدنا نشتغل على البارسيال او بدنا نشتغل على تي دي 21؟ تي دي 21. دونك في عندي هلا سي نوت وبدي ادخلهم بين الصفر وال20 كل نوت، يعني لازم اعمل كنترول دو سيزي هلا، مش لازم اقبل علامي برات الزيرو والفان. يلا بدي تعطوني بروبوزيشن شوي لحتى اشوف كيف تتعاملوا مع الالجوريتم. شو لازم نعمل لحتى ندخل سي نوت؟ طيب لندخل نوت وحدة في غير بدي اعمل لير نوت؟ ايه؟ لا. طيب اذا لير نوت وبدي اعمل هلا دخل ست علامات، حط لير نوت جوات بوكل هلا شو؟ فور مازال عارف انا كم مره فور اي الون ان اسيس مظبوط. شوفوا شو عم بكتب انا ولا وي دكتور؟ اوكي
Voilà. Pour i allant de 1 à 6 sphères. هاي البوكلة الأساسية. لدخل فيها الانستركسيون اللي كتبتها سيلفا. لير نوت. بس لير نوت هيك مكتوبة يا سيلفا؟ لير نوت. نوت بنحطها انتر. بارونتيز. يلا. سوي انتر بارونتيز. بنحطها انتر بارونتيز. يلا اعملوا لي بروبوزيسيون صغيرة فكروا فيها نص دقيقة واعطوني اياهم. مظبوط هل كتبت؟ اوكي سم ايجال زيرو محمود فور اي ايجال ان اسي سفير ريبتي افيشي انتردير اي نوت انتر زيرو ايفان لير نوت جسكا نوت اكبر من زيرو اي نوت انفيريال افان تري بيان سم ايجال سم بلس نوت دونك نوت اللي دخلتها بزيد على الاكيميلاتير اللي بلش من الزيرو فان دي بور موين سي لا سم ديفيزي بار 6 Donc, si la moyenne supérieure est égale à 10, alors affichez félicitations. Sinon, affichez désolé. Fin de si. Masha'Allah. Mahmoud. Kalakish. Jayid Jiddan. Non. Tirem le yahallah. Shogol. Hada kulli shogol li bana nukbu halla. Issa. Ida bana ndakhil halla mitl al jayi, sual al jayi bil imtihan. Jayi lahad al adai. 117 نوت شو بنغير يعني فعليا؟ في غير مطرح السيس بدي احط هلا هون حط 117 فيش غير هي هون 117 وهون بقسم على بد ما اقسم على 6 بقسم على قد ايه؟ 117 وبقى متى بقى راح يضل هو زيته ولا لا؟ اوكي؟ بلا بدون يعني سؤال انه سي على بورتي دي تو الموند ولا لا؟ دونك بدي الكل هلا يقدروا يشتغلوا بنفس الطريقه اللي اشتغلها محمود. دونك هون بالنسبه للنوت عرفنا كيف بدنا نكتبهم. هلا السؤال بدنا نعمله الفاريون كيف بدي استخدم تابلو انا بور ستوكي لي نوت دو دون. يلا هاي اللي بدنا نعمله هلا مع بعضنا. دونك راح اكتب لكم اياه هون انا هلا، لازم نعرف على فاريابل تابلو، مظبوط؟ هن اول شيء نعرف على تابلو، نحط تابلو ونقول شو اسم التابلو؟ نوت بدنا نسميه نوت، راح نغير عن نوت، راح نسميه مثلا تابلو تاب نوت. اوكي؟ بما انه تابلو هو لازم تحدد انا كيم عنده كاز ولا لا؟ وي بحدد كم عنده كاز بانتر كروس. نحط كاز هلا 6 مظبوط؟ وي والنوت شو التيب تبعها؟ اونتير اوكي مرات ريال
وربع ريال دونك ريال دونك صار في عندي هلا تاب نوت هو شو ريال اوكي طيب كيف بدي اعمل هلا لحتى اقدر ادخل انا الفالير جوات هذا النوت اعمل بوكل مظبوط بور اي اللون كيف بدنا ناخذ هلا اخذنا الفلاش كالكبار هون هي الفلاش ولا نرجع لهون اي ريسوا ان ا سيس فير شو لازم نعمل هلا نسال دكتور نعم مش على طول المفروض تبلش الانديس بزيرو لا هي بالنسبه لنا هلا اذا بدنا نبلش من الزيرو على التابلو هلا راح نشوف انه فينا نحط زيرو ولا راح نحط زيرو هلا دغري او بنقول ايموانزا يلا راح نحط زيرو لوين لازم نوصل احنا اذا بلشنا من الزيرو لانه موانزا كانه بدنا نعمل شو اسمه موانزا ثاني اوكي هلا في شيء بنقول له انتري نوت بنقول له انتر زيرو ايفا مش هي المطلوب مني هاي منسكر الاكولار وراها بنعمل شو لير نوت لير ولا هسه بدل ما نعمل نوت نحن عم نقول بدنا نخزنه بتابلو والتابلو شو اسمه تاب نوت وهي التاب نوت في ست كاز مظبوط لك باي كاز انا لازم دخله مش بالكاز نمرو اي مبالا بكتب هلا لير تاب نوت دو اي شو بتعمل لي هاي الانستركسيون؟ بدي الكل ينتبهوا لها لهي الانستركسيون. لير تاب نوت دو اي. الفالور اللي عم دخله انا على الكيبورد، وين بيتخزن هلا؟ اي ايجال زيرو. انتري ان نوت. قمت انا هلا دخلت النوت لنحسب دخلت النوت 14. وين بتتخزن ال 14؟ هوني. بالكاز نمرو قد ايه؟ زيرو بالكاز نمرو زيرو يعني بأول كاز دونك بأول كاز هلا هون دخلت الفالور 14 وصار موجود هلا جوات الكاز زيرو مظبوط؟ هسه بس خلص من هون بدي اعمل هلا فان للشو؟ للبور بس نوصل للفان بور بتصير اي ايجال اي بلس 1 قد ايه صارت الاي؟ صارت الاي ايجال ان بعد اصغر من ساين اصغر من ساين بنفوت جوات البوكو افيشي انتري ان نوت اندر زيرو ايفان دونك كلير تاب نوت دو ان بدي ادخل فالور ثاني مظبوط جيت دخلت هلا الفالور 12 وين بيتخزن ال 12 بالثاني بالتاب نوت دو ان بالثاني كاز وبنضلنا نبرم هون بهاي البوكل من الصفر للخمسة يعني في ستة لو بدي ادخل هلا قد ايه؟ ست علامات صح ولا لا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هو هيدي خمسة وآخر علامة خلينا نقول أخذ ديزويت دونك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بس نوصل لهون خزناها بالتاب دو سانك تاب نوت دو سانك زيد واحد على الإي صارت الإي سيس بيصل لهون بفوت جوات البوكل شيء بينزل لوين؟ لا هون خلص خلص البوكل وخزنتهم انا هلا وين؟ العلامات كلها خزنتها وين؟ بقلب تابلو يعني مثل ريزرفيشن اوكي بينما اذا بنرجع للفيرسيون اللي كتبها محمود هون طلعوا لي على الشاشه هون
دونك هون عمل ريبيتي وجوسكا او بور اي قال ا جوسكا سيس ودخلهم لكن عمل لير نوت مظبوط. هسه بس نجي نقول لهون للفان بور قبلناش نعود نرجع لفوق ونقول له لير نوت الفالور اللي كان بالفاريابل نوت بيضل موجود ولا بيحل محله الفالور الجديد؟ بيحل محل الفالور الجديد. ايه؟ يعني انا عندي فاريابل واحد بالفاريابل واحد في احط فيه اكثر من فالور ولا فالور واحد؟ فالور واحد. يعني معناته انا بال بالفاريابل نوت بس اعمل لير نوت مش رح لاقي الا فالور واحد بس اوصل للاي قال سيس معناته رح لاقي فيه اخر نوت انا دخلته. هل انه من خلال هاي الشيء اللي كتبناه نحن هون هل حفظنا كل النوت اللي دخلناهم ولا حفظنا بس اخر وحده؟ نحفظ بس اخر وحده ولا. طيب نحن هلا وقت جينا كتبنا وقت اللي كتبنا احنا الفيرسيون تبعنا من خلال تابلو ما استخدمناش تابلو هون شو اهميتها؟ اهميتها انه كل ما عم ندخل نوت عم نقول له خزن لي اياها بالكاز لهالتابلو. كل هالفالور هلا صرت محتفظ فيهم انا وين؟ بالتابلو. اذا بدي اشوف هلا كم واحد اخذ علامه فوق العشره في اعرف ولا لا؟ فين أعرف ساعتها؟ كيف بدي أعمل؟ بقعد بمرق على كل علامة أصغر من عشرة حط كونتر أصغر من عشرة بعمل الشيء ماشي؟ طيب سؤال الثاني هلا كومو كالكولي لموين شو بدي أعمل هتجيب لموين؟ إيش استخدم هلا variable sum وأول شيء يكون نبلش الصم على زيرو اوكي منقول في عندي فاريابل اكيميلاتر سوم ايجال على زيرو وبعدين بدي اعمل شو كل ما دخل علامي هلا هون لير تاب نوت بقول له زد لي العلامي على شو على السوم اوكي سوم ايجال السوم بلس شو لازم زيده هلا على العلامه وين موجوده هلا؟ ايه خلص بالنوت ايه التابل تاب نوت دو اي الكاز نيميرو اي لانه انا هلا على الكاز نيميرو زيرو بس دخلت الفالير وخزنته بالكاز نيميرو زيرو بقول له النوت اللي صارت موجوده بالكاز زيرو اللي هي كتارز حط لي اياها زد لي اياها على شو؟ على السوم. دونك كل ما دخل علامه بزيدها على السوم بس تخص البوك البور شو بيصير عندي هلا جوات السوم صارش معي مجموع العلامات. طيب اذا بدي اجيب لموين لموين شو بتساوي بهالحاله؟ هي السوم سور سيس هي سوم ديفيزي بار سيس ولا. وبعدين كيف بدي اشوف انا اذا ناجح ولا لا؟ بدي اعمل سي لموين سوبيريور اديس حسب ما طالب مني هو هون مش قايل لي اذا كان الموين اكبر وبتساوي 10 بنحط افيشاج لهالمساج الور افيشي المساج اللي بدي اعمل له افيشاج هي المساج كله سوا. لو على الكمبيوتر شغلي سهلة بعمل لها كوبي مظبوط وبيجي بحطها بالمكان اللي أنا بدي إياه. في شيء ومنسكر البارونتيز. طيب وسينو شو معنات السينو هون؟ هون يعني أصغر من عشرة أصغر من عشرة أصغر من عشرة بنحط له مساج الموجود عندنا هون. ديزولي. ديزولي. Vous devez travailler pendant l'été. ولا. ومنسكر البارونتيز.
كل سي شو بدها؟ فان دو سي. ولا قصة. هل صار ألغوريتم كامل ولا لا؟ لا يصير كامل، شو لازم نعمل؟ عارفه عندي فاريابل مش معرف عنها. وفي اسم الالجوريتم وفان دي الالجوريتم. طيب إيه؟ هودي صعبين كثير الواحد يزيدهم ولا هولي اخر شيء بنزيد؟ والله هولي كتبناهم هن الصعبين. كتبناهم الصعبين. ولا. دونك على طول هلا بس يكون في مطلوب منا الالجوريتم الافضل انه نشدد على الاشياء اللي هي لازم نكتبها نحن الاكسيون اللي موجودين جوات الدبي والفان. بس يصيروا جاهزين عنا هودي بنزيد ديبي وفان ومنشوف شو الفاريابل اللي استخدمناهم كلهم ومنعرف عنهم ومنزيد اسم الالجوريتم. لو هودي بدهم كلهم سوا دقيقه بنخلصهم. واضح الشغله؟ لو هذا الاكزرسيس نيميرو 21 بدي الكل هلا يشتغلوا عليه بشكل مضبوط. طيب بعد في فاريانت بدنا نعملها لحتى الكل ينتفعوا منها هيدي، قلنا نحن المرة الماضية بس يكون في عنا تابلو بنقوم نعرف على شو؟ على كونستانت وبنقول كونستانت ان ايجال 117 بار اكزامبل او 120 وفينا نزيدها بشكل انه نكتب كمان هي اونتيي فينا نكتبها براس كونستانت. طيب اذا حطيت 11 انا هلا ان ايجال 117 مطرح السيس شلت السيس وحطيت ان شو بيصير عندي التابلو؟ ادي الديمونسيون تبعه 117. شو لازم غير هلا بالبروجرام هون لحتى يصير يمشي بشكل مظبوط؟ محل 5 حط ان موانزا. محل 5 حط ان موانزا وبعدين هون بيضل زيرو ومحل السيس اللي هون حط ان على ان والباقي بضلهم نزاتهم ولا لا؟ بلا بضلهم نزاتهم بس يكون عندي تابلو في يشتغل على فالور نيميريك كونستانت دي سيس واذا بدي اعمله بشكل جنرال بكفي يزيد كونستانت قبله حط الفالور تبعها اي فالور اللي بدي اياه وبعدين يصير اشتغل على اساس ان كلك سوا لفالور دو ان. دونك مطلوب مني هلا انا اعمل 17 اتيديون بكفي غير هاي الفالور بعد ما تكون 117 صارت قديه 17. دونك البوكل هلا بتروح من الصفر للقديه للساز. عم بقول له دخل لي لير 17 نوت وهال 17 نوت صاروا ستوكي وين؟ بتابلو. دونك في اعمل اي تريتمون اللي بدي اياه. اذا قلت لكم مثلا شوفوا الكيم واحد ماخذ علامه 10 طيب اذا مش عامل لهم ستوكاج انا شو بدي كيف بدي اعرف انا كيم واحد اخذ 10؟ دونك الايتيليتي انه استخدم انا تابلو. بس استخدم تابلو اوكي بصير في اعمل اي شيء اللي بدي اياه. واضح؟ طيب راح نروح هلا على الاكزرسيس نيميرو تي دي 23. اوكي تي دي 23 كبير شوي ولكن هذا بده شويه شغل منكم. دونك كيف نعمل سيري نيميريك؟ دونك سيري نيميريك معناتها في عندي بوكل راح ناخذ هلا الاس 1 ونشتغل عليها بشكل كامل وراح نشوف انه بقيه الاكسبرسيون اللي تحت هون كلهم سوا لحد هون كلهم تقريبا بيشبهوا بعضهم هون. واضح؟ دونك راح نروح على الاس ان. الاس ان شو هي؟ عم بيقول لي اعمل لي السم 1 2 3 4 لحد الان. دخل لي فالور للان كلهم سوا نفس الشيء. يمكن يكون في فالور اكس بيقول لي دخل لي الان والاكس وبعدين حسب الاكسبرسيون لهي السيري بدنا نجيبها. طيب اذا اخذنا الاس ان كيف بدي اعمل هلا؟ دخل لي الان هو فالور ان مثلا دخل لي 100 بالان مش لازم اعمل السم 1 2 3 4 لل 100 كيف بدي اجيبها هي؟ بقول له اول شيء افيشي انتروديور ان انتي تكون بلو كرون كو زيرو يعني تكون بوزيتيف. اوكي رجع بقول له لير ان ولا انتري منبلش انتري لي رون دو لا سيري الان لير ان دخل الان. بس يدخل الان شو لازم نعمل؟ مش لازم نعمل بوكل بور اي الون دو ان ان فير سم
إيجال أسوم بلس إي. بس قبل ما بدي أعرف عن الأس. نعم. قبل ما بدي أعرف عن الأس أن شو هي. بلا. الأس أن زيرو. سوم سوم ماخذها زيرو أول شيء. بس وقت اللي أكتب أنا هاي سوم إيجال سوم بلس إي دغري بعرف إنه لازم يكون في فالير بالسوم هون. برجع لقبلها بحط سوم إيجال زيرو. وبما إنه أنا لازم أعمل لها ديكلاراسيون برجع بعمل لها ديكلاراسيون هون. دونك سوم إيجال سوم بلس إي شو بتعمل هيدي الانستركسيون اللي هون؟ شو بتعمل هاي؟ إي إيجال 1 شو بتعمل؟ كان في بالسوم 0 0 بلس 1 بصير إيجال 2 بزيد عليها 2 بصير 3 بزيد عليها 3 4 5 يعني بتعطيني 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس كأن مش هاي الإكسبرسيون للإن للإس 1؟ ولا دونك نحن هلا إذا بدي أعمل إس 1 بكفي حط سوم وبور اي ايجال ان جوسكا ان وهي الاكسبرسيون بدون هي هي هسه بنشوف ليش حطيتها هلا اوكي بس نخلص بكل فوق بور نجي اكري لا فالور دو لا سيري اي وين نخزن الفالور تبعها بالفاريابل شو سوم ماشي طيب اذا بدي اعمل هلا السيري اس 2 السيري اس 2 شو بتقول السيري S2؟ لنرجع على هون. الS2 هي 1 بلس 1 دومي بلس 1 تيار بلس 1 كار اكسترا. يعني شو الترم جنرال تبعها؟ يعني هي بتصير كأنه S2 بلس 1 سور E. بلس 1 سور E. يعني إذا جينا نحن هلا بنروح على البروجرام تبعنا. بدل ما نقول هون سم إيجال سم بلس E، شو بنحط هون؟ سم بلس سوم بلس 1 ديفيزي بار شو؟ اي مش هاي الاكسبرسيون جنرال تبعها؟ 1 اذا كانت اي ايجال 1 بتعطيني 0 بلس 1 سور 1 تطلع 1 بعدين 1 سور 2 1 سور 3 1 سور 4 1 سور 5 مش هيدي هي الاس 2؟ هاي الاس 2 هون هاي الاكسبرسيون تبعها ماشي؟ وضحت الشغلة؟ طيب لنجي هلا الاكسبرسيون اللي بعدها الاس 2 1 عم بتقول لي الاس 2 1 بتساوي 1 بلس 1 دومي بلس 1 كار بلس 1 سيزيام شو الفرق بيناتهم هون؟ شو الفرق بيناتهم؟ دونك في هون اول شيء ان دومي وهون الكار مش الفرق بيناتهم اثنين؟ بلى يعني في انا اعمل انه بوكل والبا تبعها تكون اثنين؟ ايه ان سور دو اي ان لا مش دو اي ان سور اي وبنقول با ايجال دو لنرجع لهون شو كيف فينا نظبطها الاس 20 دو ان الاس دو ان بنقول له بور اي الون دو 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 بدل ما نقول بلش لي من الان ان وقلنا نحن هون فينا نحط با ايجال ا كومبيان ا دو ا دو وبعدين بنقول له سوم ايجال سوم هسه بدل ما نبلش السوم بالزيرو بس نحن في اول فالورات الى ان بلشها ب ان منبلشها ب 1 وساعتها بنقول له سم على شو؟ بلس 1 سور اي شو صارت؟ ايجال 1 بلس 1 دومي بس تجي على السم 4 شو بتصير الاي؟ بتصير 4 لانه عم بقول له زيرو بتصير 4 يعني بزيد عليها بعدين بيزيد عليها 2 بصير ان سي سي ان سي دي بضل يمشي بهالشكل لحتى تخلص البوكل واخر شيء بيطلع لي السيري طيب بقية الاكسبرسيون الاس 4 دونك الاس 4 كثير مهمه هاي كمان بدي تنتبهوا لها كمان هيدي جاي بالامتحان ان موا ان دومي بلس ان تيار موا ان كار اكسترا يعني في وحده بوزيتيف وحده شو؟ نيجاتيف كيف بدي اعمل وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف؟ ما
وهون تحت ان دو تروا كاتر هي اي ان سور اي. كيف بدي اعملها انا؟ وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. دونك لحتى اقدر اعمل انا هاي الشغله بهالشكل هذا، بدي انا اعرف على فاريابل بسميه مثل ما حطيت لكم اياه هون فاريابل سين، وبقول سين اول فالور للسين بتاخذ قد ايه؟ سين ايجال 1. وبعدين هلا هون بس بدي اعمل السوم، بقول السوم ايجال سوم بلس شو؟ سين ديفيزي بار اي. دونك اذا كانت السين ايجال 1 بتصير هون رح بلش من ال ا مش من ال د، وهي البار رح نشيلها مش بحاجه. لا افهم تابعوا معي شوي هلا هون. دونك اذا السيني ايجال 1 حطيت فاريابل جديد اسمه سيني، وقلت هلا سم ايجال سم بلس سيني ديفيزي بار اي، شو بيصير عندي هلا؟ بالسم في 1 بلس سيني ايجال 1 يعني 1 سور 1، يعني اعطاني شو؟ اعطاني هلا اذا برجع على التي دي، دونك انا بدي الاس كاتر بدي 1.5 مضبوط. يعني هلا لحتى تزبط معي انا هي الشغله لازم بلش من السم ايجال ا زيرو، مش حط سم ايجال ا، لانه اذا حطيت ا بصير ا بلس ا، دونك صارت زيرو بلس 1 سور 1 صار عندي ال ا. طيب هلا بس تصير الاي ايجال 2 شو لازم تصير السيني؟ لتظبط هذه الشغله بس بدي احط انا انه سيني ايجال موان سيني، بس بكتب هيدي الشغله بغير السيني للفاريابل اللي اسمه سيني. دونك سيني ايجال موان سيني، بما انه السيني فيها 1 موان 1 وخزنها بالسيني، شو صار عندي هلا بالسيني؟ صار عندي 1 ولا موان 1؟ موان 1. بس نرجع هالفان بور صارت لي ايجال 2، نرجع لهون 2 اصغر من الان سيفري، زد لي على السوم، السوم كان فيها 1 بلس السين فيها موان زان، يعني كانت لنا صارت موان موان زان سور 2، مش هاي اللي انا بدي اياها؟ دونك انا بدي انه اول فالور يكون 1 وبعدين يصير موان 1.5. هسه بس تصير اي ايجال 3 شو لازم يصير عندي السيني؟ بلس. بس هسه تصير اي ايجال، وصلنا لهون اي ايجال 2، بس زدنا واحد هلا على التروا، رجعنا للتروا عملنا سين رسوى موان سيني، بما انه السيني فيها موان زان، موان موان زان شو بتصير؟ بتصير ا، بتصير ا، يعني هلا بس نجي على التروا بتصير ا سور تروا، بس نعمل ا سور تروا بنعود نغير السيني، دونك هي الفاريابل سيني في شو بيكون؟ مره ا مره موانزا، مره ا مره موانزا، مش هي اللي مطلوب مني انا اعمله هيك بالتي دي فان تروا بالاسكاتر؟ دكتور فيك تغيرها؟ اوكي كيف على التروا؟ بس التروا ما فهمتها ولا طلعوا هون على الاسكاتر، مش مرة بدي اعمل موان اول وحدة بلس مزبوط على الان، ثاني مرة موان، ثالث مرة بلس، موان بلس موان بلس موان، يعني مرة هيك مرة هيك، لحتى اقدر اعمل انا موان وبلس الشغلة بسيطة جدا، بستخدم فاريابل اسمه سين، اول مرة بحط فالور فيه قد ايه؟ حط فالور شو صار بالسيني هلا؟ بس فتنا جوات البوكل بور اي ايجال 1 عمل لي السم كان فيها زيرو جمع سيني، قديش فيها سيني؟ واحد على واحد طلع لي واحد مزبوط؟ صح؟ مزبوط. طيب هلا بس خلصنا هاي السم، قلنا له غير لي السين الى الفاريابل سيني رسوا موان سيني، كان فيها 1 وموان زان
صار شو في هلا بالسيني؟ صار موانزان صح ولا لا؟ فهمناها لهيدي؟ هاي الاكسبرسيون شو بتعمل هاي؟ هاي بتخليني اعمل اول ما فوت بتكون بس كون ساعتها بقول له غير لي حط موان قدامها صار موانزان وعود خزنها بالسيني دونك صار بالفاريابل سيني هلا موانزان بس ارجع على الاي ايجال دو لهون بس الفان بور بترجعنيش للبور صارت الاي ايجال دو بالدو شو صار هلا بالسيني صار في موان موان ان دومي بعدين بس حط موان ان دومي هون بقول له غير لي السيني لهيدي موان موانزان صارت بلس ان هسه بس سير ايجال تروا صارت بلس ان سير تروا نرجع هلا سيني رسوا موان سيني صارت موان زان بتصير موان ان كاتر بلس ان سانكيام موان ان سيزيام ان سي دي سويت بهالشكل ماشي بس تخلص هاي البوكل صار عندي هلا الاس كاتر دونك بدي منكم هلا بالنسبه لانه صار الوقت على الاخر هلا بدي منكم للمرة الجاية تعملوا لي اكزرسيس الاس 5 رح سجل عندي انا انه الاس 5 بدنا نعملها ديفوار الاس 5 هي سينوس اكس ولا سجلت عندي انا ديفوار والشي اللي طلبته منكم من شوي كمان انه نجرب نشتغل فيهم وكل هول اكسبرسيون كل هول اكسبرسيون فينا نقدر نحنا نحصل عليهم من خلال الاكسبرسيون جنرال الترم جنرال هو هذا الترم جنرال بس اعرف الترم جنرال بصير فيه زيدون وحده ورا الثاني دونك هودي كلهم سوا موجودين هلا الصوره موجوده عندكم رح احط لكم اياها لهون حتى تقدروا تشوفوها دونك بعد الاكزرسيس في عندنا الاس 2 الترم جنرال هيك الاس اس 4 الاس 5 الاس 51 او اس 51 كيف نقدر نعملها اس 7 هاودي حطيت لكم التيرم جنرال لحتى تقدروا تعملوهم اس 9 وتكون فاريابل سويت يو ان فيها اي 0 يو ان بهالشكل هذا وكاو هسه مبينين بالفيديو عندكم هلا مش موجودين بال الفيشيه اللي بعثت لكم اياها بس صار هلا مبينين عندكم بالفيديو دونك فيكم تستفيدوا منهم هلا من الفيديو وتقدروا تفهموهم وتطلعوا في عنا اخر سويت هي الفيبوناتشي ايه فيها ترم اف 0 اف ان والاف ان بتساوي الصم لاثنين ترم اللي قبلها الان موان زا والان موان دو طبعا اعطيكم هلا كيف نعملها نحن هون فيكم انتم تعملوا لها اكزيكسيون لتفهموا فعليا كيف ماشي هيدي السويت بس انا بدي اطلب منكم انه كل هودي السويت اللي حطيناه هون السيري فيكم انتم تشتغلوا عليهم كلهم سوا هودي دونك التمارين يعني انا مش رح اعمل لكم اياهم كلهم سوا عملت هلا الشيء الاساسي لازم تعرفوه اذا في شيء سؤال المره الجايه بنجرب نحله ونعطي الاكسبليكاسيون عليه واضح؟ ماشي دكتور يعطيك العافيه اوكي يلا يعطيكم العافيه وبشوفكم انا الحصه الثانيه جمعه الجايه